السلام عليكم الاخوان ديال تطوان وديال وزدان وديال المغرب كامل. كنحب المغاربه كاملين وكنحب الوطن ديالي وكنشكر الوطن ديالي هاد المسؤولين راهم كيضيعوني. انا عندي عده حوايج وكنبغي نوصل هاد الرساله للمغرب. رانا عندي عدد الحوايج اللي عندي في الصنع ديالي. هاد البيكالا عملت لهم مع اشهار باش يشوفوا الناس حنا علاش قادين، والمسؤولين راه ما كيعطيوناش فوزان، ما كيعطيوناش عيمه، ما كيعطيونا حتى شي حاجه. اللي انا عندي الحانوت وحكموا عليا بالافراغ، هادي دابا انا عاجيت نفوز هنايا في تطوان تاع الله، نشوفوا شي واحد اللي مسؤول يوقف معنا وربي يوقف معاه. حنايا حنا دابا عندنا كنت خدام في الحدادين، ريبوا الحدادين، بقيت انا محتاج في ديك الحانوت. دابا حكموا عليا بالافراغ وتخرج بالسلطات، وانا ما عنديش، وانا مقهور وعندي عده حوايج باش نصنعهم، والناس ما معترفينش، ما كيقولوا هذاك عام حما، هذاك هكذا، هذاك هكذا. وانا عندي عده حوايج، لا عندي بيكالا ديال الماء كتدخل في وسط الماء بالمحرك ديالها بكل شيء ديالها، وهنجي ان شاء الله لمدينه كاستياخو ولا الفنيده هنجربها لهم مباشره هيشوفوها. ماشي عندي عده حوايج ولكن الحاله ضعيفه، ما عنديش باش نكون ديك القدر كنضيع اولادي وكنصنع واحد الحاجه اللي هي تعجب المواطنين، تعجب المغرب، الناس كلهم كيفتخروا بها، وحنا ما عندناش امكانيات باش نوصلوا هاد الرساله للمغرب على حقيقتها. اي حاجه راه الحاله ديال الضعف هي اللي ما تدعاش نكمل ديك الرساله، هي الحاله ضعيفه. وكنشكر الاخوان ديال تطوان كاملين، كاملين وديال الشمال كامل، ما قالوا لي حتى شي حاجه، وتساريت على خاطري. وكنشكر الامن وكنشكر السلطات كاملين، الا فوزان راه مضيعيني في حقي، ما عنديش شي حاجه اللي مشيت للمحكمه التجاريه في الرباط، سلفت الفلوس من عند الناس، وملي سلفت ديك الفلوس من عند الناس بقيت كنعاني بزاف، كنرد ديك الاخر، وكنمشي في الكار بكري قبل الفجر وما كنلحقش الجرثه. الجرثه فاتني، نقول لهم الحقيقه يعرفوا الحقيقه. العماله ديال وزان والبلديه راه ما قامتش بشغلها، ان احنا صنايعيه ضيعتنا وعطات الحوايج لوحدين اخرين اللي ما يستاهلوش. كاين الحوانات في الحدادين اصلا مبلشين ما كيخدموش فيهم، عام طرعين ماليهم لاباس عليهم، شي استاذ شي هادي. تخيل انت الصناعه اللي صارت سيدنا الصناعه التقليديه في مدينه وزان،
عطاهم عطانا جميع الحوايج، والمسؤولين راه ما عاموش في شغلهم، ما عاموش في خاطره بالشغل ديالو، شي عطاوه وشي ضيعوه، الناس ضيعوهم بزاف. احنا صنايعي، احنا الاولين، احنا نتكرفطوا على برا، وملي نتكرفطوا على برا شنو نديروا؟ انا درت هاد البيكالا وبديت كان الاخر فيها، ومازال عندي ديال الطياره، راه صغبتها في مدينه وزان، صغبت ديك الطياره، وان شاء الله ما عنديش الامكانيات باش نوريها المواطنين هكا مباشره. دابا راه كتزيد عاب الريح، وخصنا حنا نكونوا نتعاونوا مع بعضياتنا ويلاخروا معنا الناس الشعب، وانا المواطنين هما اللي كيجعلوني باش نعمل اي حاجه من اجل المواطن. ملي كنستغرب له هاد البيكالا بحال هكا كيشوفها كيضحك، عا كيتبسم، ما كيتبسم كنشطو. الطياره اخترعتها عام كنت بلاكي، وبيكالا بحال هكا، وعامل لها المحرك، والمحرك جعلني باش نقلب على المحرك فيتاس، حيت فيتاس كيعطي واحد السرعه، ماشي عندي على الموتور ديال المحرك ديال الماء، ديك المحرك ديال الماء عنده عاد ضربه وحده كيتمشى، على ضربه وحده ما كيتمشاش، ما كيكثريش بحال دابا الموتور ديال اللي فيه الكومبريسور مجهد، وكنصغب الفرفاره ما كيزيدش بالسنسله ولا بشي حاجه، كيزيد هوائي عاب الريح، كيمشي عاب الريح، ما كيمشيش. الرساله ديالي للمسؤولين يوقفوا معنا ويعطيوني الحق ديالي، رانا ضايع، رانا عندي 4 العيال وتحت مني اسره ماشي. ودابا كنشكر مدينه تطوان رحبت بيا والناس ديالها، وفي ما دوزت كيقولوا لي شكرا فيفا شكرا فيفا شكرا فيفا، كنتفخر بهم بزاف، بالناس ديال تطوان. الله يرحم يماكم، الله يحفظكم الاخوه، الله يرحم الوالدين، الله يحفظكم.